صباح الخير، يعطيكم العافية. اليوم يوم السبت، تاريخ 27/2 تحديدا. الحين ان شاء الله خلاص ما بقي شيء، كلها دقائق ان شاء الله راح نسوي تشيك اوت من فندق سيمفوني ستايل. اللي يحب يعرف رايي بسيمفوني ستايل، انا اقول قعدت فيه الحين ليلتين، تجربة كانت الحمد لله جدا ممتازة. الفندق هو 5 نجوم ويستاهل الصراحة، كل نجمة معطينها له، فانصح فيه وبشدة. وان شاء الله راح احط لكم الرابط حق البوكينج اذا تبون تحجزونه، راح احط لكم اياه تحت، واحط حساباتهم بالسوشيال ميديا بعد. شوفوا طالعين الحين، الحمد لله خلصنا تشيك اوت بثواني، بسرعة ما يكون. الحين ان شاء الله نبي نروح حق المركز العلمي الكويتي. ماكو، يمكن بس دقيقتين بالسيارة من فندق سيمفوني للمركز العلمي. هذا هو مثل ما انتم شايفين، تونا طلعنا من المصافط مال سيمفوني، والمركز العلمي هذا هو هنا. طبعا المركز العلمي كانت فكرة الشيخ الراحل جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه، وكلفهم 25 مليون دينار كويتي، وتم الافتتاح تاريخ 17/4/2000. المركز العلمي فيه 3 أماكن، اللي هي الأكواريوم، قاعة الاستكشاف، وسينما الآيماكس. طبعا تقدر تاخذ منهم دليل للزائر هني، يشرحون لك كل شيء شنو تقدر تسوي بالضبط، وحتى الخريطة موجودة، خريطة المكان. مثل ما انتم شايفين بالاكواريوم هنا راح تلقى الحياه البريه لها جانب، والجانب الثاني متخصص حق الحياه البحريه. طبعا هذا غني عن التعريف، جربوا. السلام عليكم. هذا طبعا الشاشة قدامك هني، تقدر تقعد على كراسي تلمس الشاشة، تاخذ معلومات مثل زيادة عن القرش وعن الأسماك الموجودة. يعني حتى لو جيت هني وما دشيت داخل، ما قصرت تذاكر داخل، عادي ما في مشكلة. عندهم ممشى حلو هني على البحر تقدر تمشى فيه، بس لما تدش الباركينج المصافط لازم تدفع رسوم تقريبا ربع دينار للساعة. بس إذا دشيت داخل وأخذت تذاكر من داخل، راح يعطونك ورقة إن أنت معفي من الرسوم حق الباركينج. كل الاماكن هذه اللي قاعد نروح لها الحين كلها قريبه من فندق سيمفوني، يعني مثلا المركز العلمي تقريبا يبعد دقيقتين بالسياره، مطعم فريج سوالح هم نفس الشيء دقيقتين يمكن بالسياره، فكل هذه الاشياء
يم بعض. وصلنا الحين فريق سوالح. يبي له وقت شوي على ما تروح هناك، لازم تحجز لك مكان. من كثر الزحمة لازم تسجل اسمك وتنطر على ما يخلص الطاولة عشان تاخذ. ربع وائل، الاخ ناصر، يعطيك العافيه. شلونك احمد؟ شلونك؟ شو الزحمه هذه ناصر؟ شو الزحمه هذه؟ قاعد يوزعون هدايا في المسابقات. ان شاء الله تستاهل المطبخ. الحمد لله خلصنا غدانا بفريج سويلح. تجربة الحمد لله جدا ممتازة. فريج سويلح مأكولات كويتية نفس ما شفتوا، وشفتوا الناس شلون زحمة عليهم، لأن أكلهم طيب الحمد لله، وأسعارهم حلوة ومناسبة للجميع. الحين إن شاء الله متوجهين حق سيمفوني، بس مو الفندق سيمفوني، لا سيمفوني مول، مول سيمفوني. وعشان نروح حق ترابد إن، هي لعبة المتاهة اللي صورتها لكم بالفيديو الأول، بس عشان نجرب لعبة المتاهة هذه اللي يقولون عنها ما يحلها إلا الناس الأذكياء. ترابدن أتوقع إنها هي لعبة المتاهة الوحيدة بالكويت، وعندهم بس فرع واحد اللي هو هني بسيمفوني مول بس. الحين بترابدين موجودين هني، فأنا الصراحة أول مرة أجربها، وكل الناس اللي جربوها كانوا ينصحوني فيها، يقولون لازم تروح تجربها. فحجزت حق اليوم، وإحنا جاي هني ولقيت السوبرفايزر هني أكرم عشان يشرح لكم شنو هي فكرة ترابدين ومتى صارت وشنو الأعمار وشنو طريقة الحجز. طبعاً أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بأي وقت. ترابدين هو عبارة عن فندق غامض يحتوي على أكثر من غرفة للهروب. احنا بدأنا يوم 9/9/2015. طبعا في عنا 9 افكار مختلفة، واحنا عشان كذي احنا الاكبر بالشرق الاوسط، وحاليا احنا موجودين بالكويت بس. انتم طبعا لازم الحين تكونون فريق من 2-6 اشخاص، تدشون واحدة من الافكار هذه، معاكم 60 دقيقة بس تحاولوا تحلوا الغاز وتهربون من المكان. طبعا المكان هذا ينمي الروح الجماعية، ينمي روح الترابط بين الفريق نفسه، فان شاء الله راح تستمتعون معنا. زين، هل فيها اعمار معينة يعني لازم تدشها مثلا؟ فهل يعني تكون مثلا مخصصة حق اطفال بس هذه، ولا حتى حق الكبار؟ لا طبعا المكان هني مناسب لجميع الاعمار، مناسب من 9 سنوات لحد 99 سنة، فهي مناسبة لجميع الاعمار. هل لازم يكون في طريقة حجز عندكم، ولا عادي يقدر يبي وقت ودش لعبة؟ نعم، في عنا طريقة حجز، يا اما تحجز عنا على التلفونات، موجود التلفونات عنا بالانستغرام بالبروشور، راح احط ان شاء الله حسابهم تحت مع رقم التلفون عشان تواصلون معاهم تحجزون ان شاء الله، او عن طريق الموقع trapped.com، تدشون على البوكينج تحجزون الثيم اللي تبونه بالوقت اللي تبونه وبالتاريخ اللي تبونه بعد. زين، هو الحين في مستويات نفس ما قلت صح؟ هل في مثلا يقول شيء سهل ووسط وصعب، ولا شنو الطريقه؟ هلا كلهم صعبين، اوكي كلهم صعبين، بس ان في عندنا الليفلات تعتبر في عندنا شيء سهل، سهل هو اسهل الصعب. اوكي، وفي عندنا اللي هو الميديوم، وفي شويه الصعب. صعب صعب.
زين نفس ما قلت لنا ممنوع التصوير هني داخل صح؟ اكيد اكيد تلفوناتكم لازم تكون موجوده هني. في عندنا لاكرز تحطونهم داخل لان ممنوع التصوير داخل. خلاص اعتقد ان الحين وقتنا ان نروح نجرب اللعبه ونشوف ان شاء الله. ان شاء الله خير بالتوفيق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. مشكور ما قصرت. اخذنا غرفه الاهرامات هي تقريبا اسهل الصعبين موجوده عندهم، فاحسن نبدا من تحت يعني من الدرجه الاولى لفوق بما انها اول مره. تونا خلصنا تجربه بقمه الروعه صراحه، يعني اول مره اجرب شيء بحياتي كذي، يعني تحس انك داش عالم ثاني داخل، يعني ما تحس انك موجود بالكويت اصلا. فاخذنا الاهرامات وما بخرب عليكم، انتم لازم تجون وتجربون هنا. الاهرامات كانت مثل ما قال اتوقع انه ثاني اسهل الصعبين، فلازم تجون هنا وتجربونها. اللي الكويت لازم يجرب هنا ترابدن. ها شباب ايش رايكم باللعبه اليوم؟ بس رجاء لا حد يعطي الناس اي شيء اي دليل انه يعرف اللعبه، لازم اعطوهم تشويق بس. تجربه فريده من نوعها صراحه، لازم الكل يجربها. عزيز والله تجربة حلوة، كان محتاج كنا محتاجين روح الفريق، فعشان الكل قاعد يفكر بنفس اللغز. لا المفروض كنا كان موجود إيه، بس بعض الناس أرانيين يعني، بس الحمد لله والله تجربة حلوة صراحة، شيء يستحق إنك ترجع مرة ثانية. أنا قاعد أفكر الحين شنو الليفلز اللي المفروض نأخذهم وشو ترتيبهم. إحنا الحين جربنا الليفل مال الهرامات، سألنا عن الليفل الأعلى من هذا، قال إنه هو النايت كاسل، هو الأعلى منه. في أشياء بعدين راح تصعد فوق وفوق وفوق كذي، فإن شاء الله المرة الجاية لازم نجرب النايت كاسل. وثقة بعد نايت كاسل محتاجة توثيق. إيه أكيد لازم. بس داخل ما يقدر يوثق عشان ما يحرق اللغز. أكيد ما راح نحرق عليكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وما قصرتوا. بعدها إن شاء الله نطلع الأفنيوز كذي، بعد الأفنيوز إن شاء الله يكون فيديونا خالص. احنا الحين بالأفنيوز. الأفنيوز طبعا من اكبر وارقى المولات بالعالم، يعني طوله تقريبا يوصل الكيلو، وانبنى على 3 مراحل. المرحله الاولى والمرحله الثانيه خلصوا مع بعض، المرحله الثالثه اللي هي جراند افنيو خلصت بعدهم، المرحله الرابعه ان شاء الله راح تخلص على 2017. كل شيء تبيه وكل شيء تحتاجه وكل شيء تتوقعه راح تلقاه موجود هنا بالأفنيوز، يعني ما راح تقول والله هذا الشيء ما لقيته، كل شيء هنا موجود. الأفنيوز تقريبا فيه 900 محل و5000 موظف وموظف. سينما هني موجودة بالأفنيوز، هي أكبر سينما بالكويت، تقريبا فيها 11 قاعة، موجودة بداية الأفنيوز بالفيز 1 يم إيكيا. الحين ان شاء الله مطعم ميلينزين، مطعم ايطالي، وهذا المنيو مالهم حاطين قفل. احس انه جنطة حريم. لا وصل الاكل، هذه شريم ريسوتو، وهذه ايطاليان باكيت، وهذه كاتانيا كلاماري.